وغلبت بصح ديما نقول ربي عطيني القوه والصحه باش نكمل نكف على ولادي. بس كنا جربت لي تم وجربت انسان ما عنده. من قال بان دموع الدم هاته منذ 30 سنه ستستبدل بفرحه كهاته بعد ايام قلائل عقب الروبورتاج الذي نشرته الجزائريه وان، وتفاعل معه ازيد من 600 الف مشاهد من داخل وخارج الوطن. جلبني الانتباه الى الفيديو التي قمتم انتم كصحافه وانتم مشكورين. كنا متاثرين شديد التأثر بربما هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيشها هذه الأخت. كان من المفروض أن سيد والي الولاية أيضا يكون مرفوق بي، ولكن لظروف قاهرة الآن هو حاليا راه في اجتماع، واتفقنا على أن نأخذ أمر هذه الأخت وهذه الأسرة بعين الاعتبار، وأن نرفع هذه المعاناة على هذه العائلة إن شاء الله في المستقبل، بحيث أننا سوف نتكفل بها من ناحية إن شاء الله السكن. كنت تحلمي مريم يكون عندك منزل من قبل؟ ما كنتش نحلم والله ما كنت نحلم. نكذب عليك خاطر كما يقولوا رانا في مدة طويلة، وإحنا من كراج الكرية من ديما نقول أنا بنت الدولة. بصح شوفي كنت ديما نشوفها في الكوتي كما نقولوا إحنا السلبي، أول مرة في حياتي نهضرها في الكوتي الإيجابي. راني ني بيغ ني مير، بصح خاطر هذه ما نزيدش نقولها على خاطر لقيت الدولة هي اللي حماتني، ومسؤولين وأخ كيما هك كبير هو وسيد الوالي وسيد المير ونسية والصحافة وكل كامل الناس اللي وقفوا معايا. بعدما فقدت الأمل ها هو حلم السكن يتحقق بحضور لرئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة وبدعم من والي الولاية أيضا. من وراء هذاك الروبورتاج اتصلوا بيا الناس من باغي من مارسي من غرنوبل بزاف، شوفي عاونوني ماديا معنويا، قضاوا لبنتي عيدنا احسن عيد كساوهم. شوفي ما نكذبش عليك، شوفي من داخل الوطن ومن خارج الوطن، طبيب وجا وكونسلتا بنتي هنا في الدار وشافها وحكمها وحكى معايا في الواتساب، ومن الواتساب بعث لي طبيب جا شافها وكونسلتها وطلب مني ان رابور ميديكال من جويل اكتوبر. واش درنا؟ قال لي وحنا باذن الله نتكفلوا بها. شي اللي قضاو لي وكساو الاولاد جابوا لي العيد. واش راح ذبحتي؟ نعم ذبحت وكتب ربي سبحانه ليله العيد جاوني ربع كباش، ربي يبارك ربع، حكمت واحد وصدقت ثلاثه، وهذوك الثلاثه اللي يخرج والله يا الرئيس اللي يخرج بقضيته يخرج بقفه. الشرف ليا توقفوا معايا والله العالم. نشكر الجزائرية وان نشكرك انت الاخت راضية بزاف 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 بزاف، والمحسنين اللي كانوا معاك والحمد لله. انا نقول لك الصح راني فرحانة لدرجة ما نقدرش نوصفها لكم والله العلي العظيم. كلمة قلتها بالأمس قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، أسحبها اليوم لأن من ناديناه تحرك بالصوت والصورة، مواطنون من داخل الوطن ومن خارجها، مسؤولو الولاية شخصيا جاءوا إلى هنا فقط لتقديم الدعم المعنوي والدعم المادي، كيف لا وخلود اليوم بمسكن ولباس ومأكل وإن شاء الله يوم غد بدواء. راضية بالجدول الجزائرية وان، صالح الدراجي، قسنطينة.